الناس ولدرينا صارت تهزك وقام فيقنا بدنا ننزل قام قعد البنايه. حسبنا الله ونعم الوكيل. الدعم النفسي هو حاليا هو لازم يكون موجود بين مراكز ايواء او المخيمات. ايه بصير؟ بصير؟ بصير اخو جاب البابا او الماما؟ مساعدة الأطفال ضحايا الزلزال في سوريا على تجاوز المأساة بات مسألة ملحة بعد الهلع الذي أحدثه في نفوسهم وعلى واقعهم المعاش. حسي براسك حسي. يلا يا ولد. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أصدرت بهذا الشأن تحذيرات من أن أوضاعاً صعبة باتت تهدد 3,700,000 طفل في المناطق المتضررة في سوريا. وتلفت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل بعد تفقدها حالة الأطفال في زيارة استمرت يومين إلى تحطم الشعور بالأمان لدى هذه الفئة لما أتى الدمار على ملامح حياتهم وألعابهم ودفع بعائلاتهم نحو وضع هش، مضيفة بأن هذه الفئة باتت تعاني رعبا وحسرة لا توصف، ما يجعل من معالجة الأثار النفسية لديهم أولوية قصوى. من جهة أخرى يبرز تحد آخر لا يقل شأنا مرتبط بغياب فرص التحصيل العلمي لهؤلاء بعدما تحولت المدارس إما إلى مراكز إيواء أو لركام. وزاتي مع ذلك يظهر الخطر المتزايد من انتشار أمراض سريعة العدوى بين الأطفال صغار السن عبر المياه الملوثة، يزيدها تفاقماً تدهور حالة الخدمات الأساسية التي أضحت شبه منعدمة بعد 12 عاماً من النزاع في سوريا. وتقول المنظمة إن توفير العناية الفورية قد لا يكفي لوحده، داعية للمجتمع الدولي للاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية كالمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الأطفال وذويهم على التعافي والبدء في إعادة بناء حياتهم.